معنا الدكتور احمد، سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه. صباح الخير يا استاذ الدكتور احمد. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك دكتور منى. اهلا وسهلا بيك دكتور احمد. دكتور احمد، يعني السؤال الذي لن نمل من تكراره، الوضع كارثي، القصف الكارثي اللا انساني اللي حصل امبارح، كيف تابعته وتبعاته هتكون ايه؟ انا تابعته وتوقعته وقلت دائما ان الأسوأ لم ياتي بعد، وان المستقبل في ظل هذه المعطيات، في ظل هذا الدعم الغربي والدعم الامريكي تحديدا واعطاء الضوء الاخضر لاسرائيل بكل الاضواء والتفويض المطلق لكي تفعل ما تشاء في قطاع غزه وتتجاوز حتى مبدا الدفاع عن النفس الى سياسه العقاب الجماعي، سياسه الارض المحروقه. اسرائيل لديها اهداف واضحه، وهي ليس فقط الرد على ما حدث في 7 اكتوبر، ولكن احياء المخطط القديم، الممارسة كل انواع القهر على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من شمال قطاع غزه الى جنوبه، ثم بعد ذلك الى خارج الحدود. وهذا الهدف الذي هو واضح لتصفيه القضيه الفلسطينيه للتخلص من هذه الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني. قصف المستشفى المعمداني التي تعد جريمه حرب، جريمه يعني يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمه الجنائيه الدوليه، لم تكن لتحدث لولا ان هناك ضوءا اخضر اسرائيليا، هناك حمايه دوليه، وان هناك دعما، لان لم تتخذ خطوات لردع اسرائيل للاسف من قبل الدول الغربيه وامريكا والمجتمع الدولي، حتى في مجلس الامن الدولي قبلها. نعم دكتور احمد، يعني خلينا نتحدث عن التوقيت. يعني حضرتك تتحدث ان اسرائيل فعلت ذلك بناء على ضوء اخضر يعني اخذته من الولايات المتحده الامريكيه، ولكن التوقيت هنا هام وفي غايه من الاهميه، لان ذلك القصف حدث عشيه القمه الرباعيه التي كان من المفترض ان تتم في عمان عاصمه الاردن، وعلى اثر ذلك القصف تم الغاء هذه القمه بتوافق مصري وتوافق فلسطيني ايضا واردني. يعني اهميه ذلك التوقيت، هل اسرائيل تريد ان تفرض سيطره وتفرض سياسه الامر الواقع باكبر مكاسب ممكنه لتنفيذ ذلك المخطط الذي تم اعاده احيائه مره اخرى؟ بالفعل استاذ احمد، هذه نقطه مهمه، لان التوقيت ايضا مهم، من حيث ان كانت هناك قمه رباعيه في الاردن، كان الهدف المستهدف هو العمل على وقف التصعيد، العمل على احتواء الموقف، عدم خروج الامور عن السيطره، البحث عن خيارات للخروج من هذه المأزق. ولكن نعم، اسرائيل اجهضت هذه التحركات لان تيار الصقور في اسرائيل هو الذي يحكم الان، هو المندفع، ولذلك قامت بهذه العمليه وهذه المجزره حقيقه التي يعني طبعا يعني دعائنا للشهداء الفلسطينيين حقيقه وهذه المحنه الصعبه التي واجهوناها. لكن اسرائيل الان لا ترتدع لا بقانون ولا بوازع اخلاقي ولا وازع قانوني، وهي في مامن من العقاب طالما انها مر يعني تم تمرير جرائمها السابقه ضد الفلسطينيين ولم تعاقب على جريمه واحده لم يتم ادانتها حتى من قبل حتى قرارات مجلس الامن التي ادانتها لم تنفذ الان في ظل هذا الغطاء الغربي والامريكي غير المسبوق حقيقه. هو ما شجع اسرائيل على ان تقوم بهذه الجرائم وهي تعرف انها لن يتم محاسبتها، تعرف ان هناك نوع من السرديات الاسرائيليه المزيفه في الاعلام الغربي التي يروج لهذه للروايات الاسرائيليه وانها في الدفاع عن نفسها وغيرها من الروايات، ويتعامى تماما عما يحدث على ارض الواقع. وبالتالي في الوقت الذي تسعى فيه مصر الى بناء تيار توافقي ما بين الدول الاقليميه والدول الكبرى لمنع هذا التصعيد، لان هذا التصعيد يمثل خطوره ليس فقط على الفلسطينيين ولا على النقل، وانما ايضا على كل المنطقه. وفي الوقت الذي تتحرك فيه مصر على تعزيز مفهوم الدبلوماسيه، مفهوم التهدئه، مفهوم منع التصعيد ومنع انفجار الموقف، نجد الجانب الاسرائيلي يفجر هذا الموقف من خلال هذا التضحيه ومن خلال ضرب المدنيين الفلسطينيين. وانا في اعتقادي ان اسرائيل هي دعت الى تهجير الفلسطينيين، طلبتهم بالتهجير، ولما تمسكوا بحقوقهم وارضهم ولم يتحركوا لجأت الى اسلوب القهر واسلوب الترهيب من خلال هذه الاهداف وضرب هذه الاهداف. وتقول رساله ان الفلسطينيين عليهم ان يختاروا بين امرين، اما ان يهاجروا من شمال غزه ومن غزه واما ان يواجهوا خطر الموت اما بالقصف واما بالحرمان من مقومات الحياه من كهرباء وماء وغيرها من الامور. لكن الذي المؤلم حقيقه استاذ احمد هو
ان هذا يحدث امام المجتمع الدولي. يعني اين هو مكان ان كنا نسمع عنه من تشدق من قوانين وانسانيه، يعني حتى ادنى حقوق قوانين الحرب، قوانين الحرب التي يعني تفرض على الاطراف المتحاربه ان تلتزم بالحد الادنى من القانون الدولي الانساني. اي التزام دكتور احمد؟ يعني اي التزام؟ يعني في اخبار متداوله كثيره وظهرت بقوه في الفتره الاخيره عن ان استدعاء 360 الف جندي احتياطي من قبل اسرائيل لم يكن كافيا، فتم الاستعانه بالسجناء لتدعيم يعني العمل والعمليات التي الارهابيه التي يقومون بها ضد الفلسطينيين. احنا وصلنا لهذه المرحله من التصعيد؟ بالطبع هذه مرحله من التصعيد، لان الان اسرائيل لم تعد تبالي باي ترد افعال، لم تعد تبالي، هي في مامن طالما ان المجتمع الدولي يحميها. المظله يعني حتى عندما تم استهداف هذا المستشفى المعمداني وهذه الجريمه، الان هناك محاولات غربيه وحتى اسرائيليه للضبابيه والتشويش، ويعني ذكر روايات اخرى تحمل الفلسطينيين المسؤوليه في محاوله لابعاد الضوء. وبالتالي هنا في ظل هذا العماء الغربي وفي ظل هذه الازدواجيه، انا في اعتقادي اسرائيل لن ترتضع ولن تكون هذه الجريمه الاخيره طالما ان هناك هنا في منأى عن المحاسبه. ما تكون باسرائيل حقيقه هذه المره هو مخطط شامل لتصفيه القضيه الفلسطينيه، لتهجير الفلسطينيين اما بالموت والقصف واما بالحرمان من مقومات الحياه، وهذا حقيقه ما يمثل يعني يمثل تطورا خطيرا. وانا في اعتقادي ان زياره الرئيس بايدن اليوم الى اسرائيل هي تعطي ايضا، والموقف الامريكي يعطي رساله سلبيه حقيقه، ليه؟ لان هذا الموقف اذا لم يكن هناك خطوات رادعه حازمه ستقوم اسرائيل باستكمال مخططها، ستقوم بتحويل غزه الى جحيم، ستقوم بدفع الفلسطينيين دفعا نحو التهجير، رغم ان الفلسطينيين متمسكون بارضهم ويرفضون هذه السياسات ويرفضون التهجير ويتمسكون ولن يكرروا نكبه جديده كما حدث في 48 و 67. واعتقد ان الساعات والايام المقبله سنشهد تطورات خطيره طالما ان هناك يعني موقفا دوليا لم يترجم حتى الان، رغم تعاطفي او رغم ربما ادانتي لهذا الجريمه، الا انه حتى الان لم يتحرك في اتجاه منع جرائم اخرى يقوم بها الاحتلال. نعم، يعني دكتور احنا امام تطور جديد، يعني وهذا التطور سيجر المنطقه بالكامل الى كارثه، هذه الكارثه لا يحمد عقباها، وربما ذلك هو الذي يعني حذر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية اندلاع فتيل هذه الأزمة، بأن ما يحدث هو تصفية للقضية الفلسطينية، ومصر لن تتخلى على القضية الفلسطينية. وتم الدعوة أيضا للقمة، قمة القاهرة للسلام السبت المقبل بمشيئة المولى عز وجل، ولكن نتحدث بأن إسرائيل الآن في مأمن من العقاب، ومن آمن العقاب أعاد ارتكاب الفعل أو أعاد ارتكاب الجريمة ذاتها، وهو ما يحدث مرارا وتكرارا ومن وقت لآخر من الجانب الإسرائيلي تحديدا. ما هي الخطوات القادمة لوقف هذا التصعيد حتى انعقاد القمة، قمة القاهرة للسلام، كي يكون هناك حل ومسار يعني دبلوماسي ومسار سياسي أيضا للتهدئة في المنطقة ككل؟ في الواقع أستاذ أحمد أننا أمام تطورات خطيرة. لماذا؟ لأن ما قامت به إسرائيل وستقوم به هو يعني برعاية وبدعم وبصمت وتجاهل خاصة من الجانب الغربي وتحديدا الجانب الأمريكي. نعم. هذا ما يشجع إسرائيل على هذا الأطراف. الوحيد الذي ممكن أن يلزم إسرائيل حقيقة هو الجانب الأمريكي. أمريكا جاء الرئيس بايدن إعلان دعمه، وهذا يمثل رسالة سلبية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أمريكا تقع خطأ استراتيجي، لأنها تدرك لا تدرك أن تماهيها وتشجيعها ودعمها وعدم رضاها للحكومة الإسرائيلية المتشددة حاليا في قيادة المنطقة إلى الجحيم وإلى الانفجار سيأتي بنتائج عكسية حتى على أمريكا نفسها وعلى مصالح أمريكا، أولا على صورة أمريكا في العالم في تغطيتها على هذه الانتهاكات وجرائم الحرب، أيضا في مصالح أمريكا في المنطقة، لأن هذه كرة اللهب تكبر وهناك أطراف وإقليمية أيضا تسعى إلى التصعيد أيضا والاستفادة وتوظيف هذه التصعيد في قطاع غزة لتحقيق أهدافها، ونحن نعرف هذا. نعم. في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى بناء تيار توافقي، تيار يقوم على أن الحل المشكلة ليس فقط وقف إطلاق النار، ليس فقط حماية الفلسطينيين، ولكن أيضا بالتزامن العمل على بحث وحل هذا المشكلة من جذورها الحقيقية حتى يتم منع هذا في المستقبل من خلال العودة للمفاوضات إلى دولة فلسطينية تحقيق مشروعها حدود 67 واعتمادها على القدس الشرقية. هذا ما اكد عليه مصر مرارا وتكرارا، والرئيس السيسي قال مرارا ان القضيه الفلسطينيه هي مفتاح الاستقرار.
ان غياب افق التسويه السياسيه هو الذي ادى للانفجار. ما حدث من انفجار في هذه الايام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ما هو ان نتاج لمرض، وهذا المرض هو مستمر، مرض الاحتلال ومرض غياب افق التسويه السياسيه. وبالتالي الرساله المصريه سواء من خلال القمه الاقليميه الدوليه او من خلال التحركات المصريه هي رساله واضحه، ثلاث مسارات متكامله، مسار وقف هذه الادوان الهمجي البربري على الشعب الفلسطيني، المسار الثاني حمايه الفلسطينيين وتخفيف الدعم عنهم وتقديم المساعدات الانسانيه، وشعب مصر وقياده وحكومه انتفضوا، وهذه المساعدات التي تعبر حقيقه عن هذا التضامن مع الشعب الشقيق، مع المسار الثالث وهو العمل على ان يكون هناك مقاربه شامله جذريه لهذا الصراع وازاله هذه المشكلات. طالما استمرت بيئه الصراع في المنطقه، طالما استمر الاحتلال، طالما استمر الاحتياز الغرب والامريكي لاسرائيل، سنشهد مثل هذه المواجهات الدمويه التي يدفع ثمنها الابرياء 500 شهيد يعني في لحظات قليله ينتقلون ويفقدون حياتهم. لماذا هذا؟ لو كان هذا تحدث ربما حتى في منطقه اخرى او في دوله اخرى لانتفض العالم، لكن الان لا يوجد انتفاض على استحياء، يتم يعني تعبيرات الشك والادانه، ولكن حقيقه هذه الرساله رساله سلبيه للحكومه الحاليه. واعتقد الان ان هناك تحركات عربيه مهمه، هناك تحركات مع الاطراف المختلفه على الاقل لوقف او حمايه الشعب الفلسطيني الذي ان يحتاج للحمايه في ظل مخططات اسرائيل بالتهجير القسري. ما يحدث هو مخطط على ارض الواقع، ويتم التضحيه بالاف بل عشرات الالاف من الفلسطينيين على سبيل ان تقوم اسرائيل بتصفيه القضيه وتنفيذ مخطط التهجير واجلاء الفلسطينيين من الشمال، ثم القيام بحرق هذه المنطقه وسياسه الارض المحروقه، وبالتالي تقوم بالانتهاء وتنفيذ هذا المخطط. لكن انا في اعتقادي ان هناك وعي عربي، هناك وعي مصري، هناك وعي فلسطيني، برغم كل هذه التحديات ورغم كل هذه الضغوط الشديده حقيقه وهذه التطورات، لكن مصر في كل لحظة وفي ليلا ونهارا تواصل العمل مع التنسيق مع الشركاء. هناك الآن أطراف بدأت تدخل على الخط مثل روسيا مثل الصين، وكل هذا حقيقة في إطار بناء تيار عالمي أو تيار إقليمي يمثل اتجاه معاكس لتيار التصعيد والتشدد الذي تقوده الحكومه الاسرائيليه واطراف اخرى في المنطقه تحاول ان توظفه لخدمه. نعم، يعني مصر تقوم بالفعل بجهود يعني كثيفه وجهود حثيثه للم الشمل وتوحيد الصوت العربي تحديدا، ويعني هذا ليس مجاملة، فمصر هي الصوت العاقل حتى هذه اللحظة في قيادة المنطقة ككل لوقف هذا الاعتداء ووقف هذا الصراع والرجوع إلى يعني أحكام والأعراف الخاصة بالشرعية الدولية لحل هذه الأزمة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وإقامة الدولتين حتى يتم هذا الحل الجذري ولا تصفية للقضية الفلسطينية. فمصر مدركة جيدا ذلك المخطط الذي يتم منذ يوم السابع من أكتوبر، يعني في الحقيقة يعني سوف يكون القادم أفضل بفطنة الشعب المصري والقيادة السياسية، وأيضا يعني التأكيد بأن مصر يعني وهذا ما تابعناه خلال الأيام الماضية بأن مصر دولة تقود ولا تقاد.